جوج بالفريل، جوج بالفريل، جوج بالفريل برا، والعيالات ما بقى 16 100. أني ما فافور، وفافور العيالات ما بقى 16 100، ما بقاش 100 درهم، ما بقاش 2400 جوجات. واليوم غير جوج ب 50 درهم، جوج 50 درهم، جوج 50 درهم، جوج بالفريل، جوج بالفريل، جوج بالفريل العيالات، والعيالات جوج بالفريل، ما بقى 16 100، ما بقى 100 درهم. اللي ما جوج بالفريل، جوج بالفريل، جوج بالفريل العيالات، ما بقى 16 100، ما بقى 100 درهم. واليوم فافور، اعطينا اليوم فافور العيالات، وعيش درويش، جوج بالفريل، جوج بالفريل. إذن الإخوان، واحد بات خفيف وظريف، غنعرضوا فيه هذا الارتيكل هذا اللي كيتجاوز الثمن ديالو واحد 110 درهم اليوم إن شاء الله. فغادي ندوزوا في السوق ديالنا ديال اليوم، كيف كتلاحظ، كيف كتلاحظوا معنا اللي فيه بزاف ديال البياس، اللي فيه واحد الله جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وفيه هاد اللعيبات هادو 11 12 13 14 ب 40 درهم. آلات ديال البسكوي اللي هي هذه اللي كدير جميع الاشكال ديال الحلويات، جميع آلات اشكال ديال الحلويات. اليوم غادي نديروا لها واحد الثمن خيالي 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 خيالي، لكن الاخوان كنتمنى من الجميع يبارطاجي معنا هذا البث هذا قدر المستطاع. اذا كيف كتلاحظوا هذا الارتيكل هذا غادي نديروا له واحد السولد خطير جدا ورائع جدا، وكنتمنينا الاعجاب ديالكم ان شاء الله، اللي هو هذا كلنا كنعرفوها. هو هذا لكل الانوكس، آلة لصنع البسكوي، لكل هاد الانوكس اللي فيها بزاف ديال لي زارتيكل اللي مازال كتباع في جميع المواقع وجميع المحلات بواحد الثمن جد خيالي، جد خيالي. اليوم ان شاء الله فغادي نسولديوها ب 40 درهم، هادي السولد ديال هاد اليوم 40 درهم الاخوان، هادي 40 درهم، هاد الآلة هادي ديال البسكويت اليوم ان شاء الله غادي تسولدا ب 40 درهم، 40 درهم، هادي اليوم غنسولديوها ب 40 درهم، فيها اليوم فقط، اليوم ان شاء الله غادي نديروا لها السولد ب 40 درهم 800 ريال. 40 درهم هذه غادي تسولديوها اليوم ان شاء الله ب 40 درهم 800 ريال، هذه 40 درهم. الحاضر اعلام الغيب، هذه راه الارتيكل تبع ارتيكل، وغادي يكون يعني سولد غايه في الروعه، وسولد ان شاء الله اللي غادي ينال الاعجاب ديال الجميع الزبناء اكيد اكيد، لان اليوم اختارينا لكم يوم الجمعه عيد المؤمنين، واختارينا نديروا فيه هاد السولد هذا، نعتبره كصدقه ان شاء الله بحول الله تعالى وقوته. اذا لا ماشين البسكويت اليوم غادي تسولدوها بواحد 40 درهم 800 ريال، 40 درهم ان شاء الله. كيف كتلاحظوها ديال الانوكس، ماشي الكالفاليزي، ماشي الالومنيوم، هادي الانوكس اليوم غادي نديروا لها واحد السولد ان شاء الله 40 درهم 800 ريال، هادي اليوم غادي تسولدها ب 40 درهم ان شاء الله بحول الله تعالى وقوته. هذه 40 درهم 800 ريال، 800 ريال اليوم الاخوان الاخوات المتبعين، كل شيء بغيتو يوصل هذه الرساله، كل شيء بغيتو اذا كذلك يطاقي الناس ديالو، كل شيء يعطينا الراي ديالو بالنسبه للسولد ديالنا والتخفيضات ديالنا. لذلك كنعرضوا عليكم هذا الارتيكل هذا الرائع والجميل اللي كيتجاوز الثمن ديال واحد 100 درهم 110 درهم. اليوم حنا راه قررنا نديروه من ضمن السولد ديالنا والتخفيضات ديالنا اليوم بواحد الثمن اللي هو رمزي وخيالي تشجيعا للزبون الكريم. اذا 40 درهم، هذه 40 درهم 800 ريال، 800 ريال. واش ممكن تقول لي واش كاينين السكرات ديال الحريره؟ كاينين اخي، كاينين كاينين كاينين. اذا الاخوان الاخوات كيف كتلاحظوا معنا 40 درهم 800 ريال في هذه اللحظات، وبغيت اكبر عدد ممكن للبارطاج، كذلك لتنظيم بعض الجوائز التحفيزيه للزبناء ديالنا يوم السبت والاحد. لذلك غادي نبداو نحسبوا البارطاج من هذا البث هذا فصاعدا. اذا فبغيت كل شيء بارطاجي معنا قدر المستطاع في جميع المجموعات في جميع الصفحات كي تصل الرساله كذلك لجميع الفئات وجميع الاسر. اذا مرحبا بالجميع، لاحظ معايا مزيان، هذه 40 درهم جميع انواع ديال الحلويات كتصيبهم هذه وبواحد الثمن خيالي، ثمن
كيلو الحلوى غتاخذ لا ماشين وقد شي حاجه نقيه في دارك. اذا ب 40 درهم 800 درهم اليوم فقط 800 درهم الاخوان الاخوات كلشي بغيتي بارطاجي معنا كلشي 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 مباشره لتنظيم بعض الجوائز التحفيزيه للزبناء ديالنا المتتبعين. فلذلك اكرر واذكر مره اخرى كلشي اللي عنده اكبر عدد ممكن للبارطاج في جميع اللايف ديالنا اليوم فغادي تحسبوا ليه من الان فصاعدا. اذا مرحبا بالجميع. الناس اللي باقيين كيسولوا على الفرقه فها هي ذات العله هي جوج ب 50 درهم فرقه ديال الخشب جوج ب 50 درهم فراقه ديال الخشب جوج ب 50 درهم ديال الارتيزانه جوج ب 50 درهم جوج ب 50 درهم فراقه ديال الارتيزانه كلها في المربعه في الدائره في الكاريه في المستطيله جميع الاشكال جميع الزواقات الكبيره جوج ب 50 درهم جوج ب 50 درهم جوج ب 50 درهم جوج ب 1000 ريال جوج ب 50 درهم جوج ب 50 درهم على بركه الله امل في الله. عافاك شحال الثمن الكوكوت راه الكوكوت كلها فيها العرض اليوم كوكوت كلها جميع القياسات راه حطيناها لكم عاد دابا حطينا لكم الكوكوت راه فيها السولد فيها تخفيضات ان شاء الله بحول الله. اعطي السيده جمع لي الفرقه ديالها جمع لي الفرقه السيده امل في يلا الاخوان شنو تسوى الفريال؟ جوج ب 1000 ريال انتما. اذا ما نساوش هذا الارتيكل هذا باش نركزوا عليه واحد الشويه لان الثمن ديالو خيالي فعلا. فكيف كتلاحظوا معنا جوج فراقات اليوم غتاخذها ب 50 درهم وكذلك هذا الارتيكل هذا 40 درهم. كذلك بالنسبه للناس اللي كيسولوا على البرمه والكوكوت والكاسرول فراه فيهم تخفيضات كاملين. اذا فجميع الاواني المنزليه اليوم 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 ناقصه 50% يعني 50% هذه راه كدير 50 درهم. حنا اليوم راه درنا لها 25 درهم اليوم درنا لها 25 درهم اليوم هذه درنا لها 25 درهم جوج من هادو ب 50 درهم جوج من هادو ب 50 درهم ان شاء الله تعالى. هاك على هاك دير لها الزجل هذه دير لها الزجل هذه هنايا ها هما ها هي حداك ها هي حداك ها هي هاك على خودي من ما عجبك هزي نعم دير لها الزجل هي هذيك اللي نزيد هي هذيك اللي نزيد ياك جوج بربري عليهم اليوم قلب ليها قلب ليها قلب ليها على ديال الخمسه ولا على ديال السبعه على بركه الله. فين كاين عفاك فين هذا الشيء انا مدينه انزكان سوق ثلاثه مدينه انزكان سوق ثلاثه. بالنسبه للفراند اعتماد 60 او غادي نبداو من 40 العامر 40 العامر 730 درهم ل 50 830 درهم 60 930 درهم الفران ايتيمات العامر دوبل زجال البوالي الفرفارات العامر توتو بسيون ديال تركيا النمره 60 930 درهم النمره 50 830 درهم النمره 40 730 درهم. نعيد مرة أخرى ايتيمات 40 730 درهم ايتيمات 50 830 درهم ايتيمات 60 930 درهم 40 730 50 830 60 930 يلا الاخوان. اذا مرحبا خويا ما بقوش دوك الفراقات الخشب والزليفات ديالهم بديع لا لا كاينين كاينين هذوك كاينين عافاك ورينا سوبر. دابا ندخل اختي خديتهم البارح الله يعطيك الصحه شكرا ساره الزياتي فتحي مرحبا اختي مرحبا مرحبا في اين مدينه كتواجد في اكادير مدينه انزكان عافاك ورينا السوبرات. دابا ندخل داخل اختي ونوريكم السوبرات. اذا الاخوان تذكره مره اخرى فابتداء من الساعه الثانيه فغادي تكون صولد ناقصه 50% 50% الى حدود الخامسه والنصف مساء نبداو صولد اخر ان شاء الله بحول الله. لها شوار باقي مستمر في العرض في التخفيضات ديال العرض ديالو ديال 12 موس وضراب وجوج ترو اينوكس 700 واط 130 درهم. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الهاشوار الاخوان شويه ديال الجيم وشويه ديال البارطاج مره اخرى اذكر فاللي عنده اكبر عدد ممكن للبارطاج في جميع المجموعات اذا فغادي يستافد معنا بجوائز قيمه ان شاء الله يوم الاحد. دائما ننظم هذه الجوائز في كل ويكاند لذلك فاكرر واذكر لجميع الزبون المتبعين من خلال هذا البث هذا فمرحبا بالجميع اللي عنده اكبر عدد ممكن للبارطاج فكيتحسب ليه من خلال هذا البث هذا والبث الاول الصباح. اذا كاين ارسال ستات لا ام ايمن ما كنديروش الارسال ما كنديروش التوصيل اللي بغى شي حاجه يدوز عندنا المحل او اللي يصيفط شي واحد ويقضي له الغرض مرحبا بالجميع لان كنلقاو مشكل في هذا الشيء ديال الارساليات لذلك كنحاولوا اللي بغى شي حاجه يجي عندنا مرحبا به محل محلكم في كل لحظه وفي كل وقت وفي كل حين مرحبا بالجميع. اللهم يسر خويا حسن وباهي بلوندو بور سور بارت
عزيز كره خويا ما فهمش الكومونتير ديالك. على بركه الله الفراقه كلها جوج ب 50 درهم، الفراقه كلها جوج ب 50 درهم. شحال بغا بيصه؟ اعطي اربعه البيصات واعطي اربعه الدجاجات. اعطي اربعه الدجاجات، اعطي اربعه الدجاجات واعطي البيصه لهم. اعطي السيد الفراقه كلها جوج ب 50 درهم، ما تعقلش. شوف اخر صوت فيها راه ديال اليوم، الفراقه الخشب كلها جوج ب 50 درهم، جوج ب 50 درهم، الفراقه كلها جوج ب 50 درهم. اعطي اربعه د البطونات واربعه د الفيسات واعطي اربعه د الزواقات كلها اربعه ب 50 درهم. زين الثمن د الكوكوط، الثمن على حساب الشكل، على حساب القياس والحجم. السلام عليكم ام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. اللهم يسر. اعطي اعطي اربعه ديالو، اعطي الاخر ثلاثه، لوح هذوك لداخل، لوحهم. هضر زين سيها، صحت الدجاجه. شحال عطيتي من هاد العباد؟ اربعه؟ اه اربعه. اربعه اللي فيها السي، اللهم يسر. اعطي السيد ثلاثه دجاجات واعطي العباد ديالو. جوج ب 50 درهم، جوج ب 50 درهم. يلا سالا 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 سالا. يلا الدراري، وسالا وسيمو وابو حماد وسالايا. 1200 ريال، 1200 1200 1200. السلام عليكم. السلام الاخوان، اعطونا الراي ديالكم، اعطونا الراي ديالكم واعطونا تعاليقكم الجميله واعطونا كذلك اعجاباتكم الجميله. خالد انزقان، السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. انا البارح حطيت فيها الضياف اعجبتهم بلا لا صحه وراحه. السلام سي حسن عزيز اولا مرحبا، الله يعطيك السلام. السلام سي حسن نايمه رجب، مرحبا اختي. يلا الاخوان اعطونا تعاليقكم الجميله، اعطونا الراي ديالكم بالنسبه للعروض ديالنا. واش الثمن ديالنا زوين واش ما زوينش؟ واش لي زارتيك ديالنا زوينين ما زوينينش؟ واش التخفيضات ديالنا رائعين ما رائعينش؟ اعطونا ارائكم، اعطونا كذلك يعني تعاليقكم. كل شيء في التخفيض ولا هذوك ولا اليوم كل شيء، اليوم كل شيء دون استثناء، اليوم كل شيء دون استثناء، كل شيء اليوم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته عزيز كره. وعليكم السلام ورحمه الله. عبد الرحيم ابو عمران، سلام. الثمن الكوكوت على حسب الحجم والقياس والشكل كذلك. تبارك الله عليك ما شاء الله. ام عائشه دائما في القمه، دائما متفاعله معنا، شكرا لك الاخت الكريمه. السي حسن الله يسخر لنا ولكل المسلمين اجمعين، جمعه طيبه، الله يبارك لك. الكوكوت 8 روع حسب النوع والشكل. تبارك الله عليك ما شاء الله، تبارك الله عليك. كل شيء هادشي زوين، غادي ندوز ناخذ شي حاجه. رزيان سنا ديالك السي حسن، الله يحفظك. محمد السوسي الله يبارك فيك، السلام عليكم. اتمنى مناسبه دائما جديد، اللهم بارك. ام عائشه شكرا على تعاليقكم، شكرا على الثقه ديالكم فينا والثقه ديالكم كذلك في السلع ديالنا وفي التخفيضات ديالنا وفي العروض ديالنا. ديما الطوب صار الزياتي فتح الله يبارك فيك. تبارك الله وما شاء الله عليك السي حسن. السي مؤيت مولاي شكرا 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 للجميع، لا نسيت شي واحد يسمح لنا. اود ان اشكر جميع المتتبعين والزوار والزبناء كذلك. اذا اليوم كنذكركم وكنعاهدكم وكنوعدكم بان التخفيضات ديال اليوم غادي تكون قنبله الموسم بامتياز. واش كلشي في التخفيض ولا غير كلشي اليوم؟ كلشي تبارك الله، كلشي غزال تاعو خيالي. يحيي ديما السعاده الطب والاثمنه تاع الدراوش. ثمن كوكوط الله يحفظك اخويا على حسب الشكل والحجم والنوع، كلشي زوين تبارك الله عليك. السلام عليكم ام صفوان، سلام سي حسن. يسير لك التخفيض الجمله، يكفى ربي الخير. مرحبا بك حبيبي، اللهم يسر فاطمه والله يفضل لك الكوكوط المزيانه 8. دابا انت ربما نقول لك مزيانه ولكن انت غادي تقول اش من ماركه في لي كوكوط. جوج بالفريق محمد متوكل، شكرا شكرا شكرا. يلا واحد 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 تسونامي ديال لي لايك والبارطاج. يلا الخوت زيد 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 زيد. لا لا طيب انا لي جادور زيد كلشي. السي حسن بخير، مصطفى مصطفى الله يكبر بك حبيبي. ام حسين السلام عليكم. السلام الحسن ابو سفيان شكرا، جمعه مباركه عليكم. ساره بيوني مرحبا. سلام شحال الثمن ديال الصواني؟ صواني جوج 36 و 40 ب 400 درهم، شي حاجه درويه بحال هادي شتيها، شي حاجه انجليز توب. الكنار امانار دائما تحت شعار خلي الدرويش يعيش. جوج ب 1000 ريال، جوج ب 1000 ريال. سي حسن ما شاء الله عليك عزيز من تيغدوين شكرا. اشهد الغبور موجود ما غابرين والو. مصطفى مصطفى مرحبا 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 مرحبا. واش ما عندكش فرص في مدن اخرى؟ لا يلا نتكافوا هنا. اشهد الغبور مرحبا سيدي. لو اين مدينه كاين فيها؟ انزقان سوق تلات، انزقان سوق تلات مدخل رقم 4، انزقان سوق تلات مدخل رقم 4. الثمن العجانه 5 كيلو 600 درهم، هذيك لي بريس لي فو الكارتونه شحال؟
والله ما فهمتش الكومونتير ديالك. اللهم يسر التخفيض في المتناول الروعه. هي ها اللي ما بغاش مرحبا. واش كلشي تخفيض اليوم؟ كلشي سالم حسن، كلشي زوين، الله يحفظك. صومغ نور اللي دارك لنا 600 درهم العجانه ناني قسم 15 فريال. واسمعوا واحد الشهاده بالازر، عاودي عاودي. هاد العجانه اللي عنده ب 600 درهم لقيتها ب 18 فريال. شحال باش لقيتيها؟ 18 فريال. شحال ناقصك لالا؟ هو من 12 18 6000 ريال. 6000 ريال ديال الزياده. إنا مدينة خويا كي قالت لك هاد السيدة هادي مشيت سولت على العجانة اللي عندكم لقيتها ب 18000 ريال وجات عندنا لقاتها ب 12000 ريال وكاينة 300 درهم ديال الفرق، 300 درهم ديال الفرق. ودائما حنا كنديروا هاد البديرة مباشرة لمصاصين الدماء، حنا كنحطوا الارتيكل بالثمن الحقيقي ديالو. لذلك حنا العجانة هاد 5 كيلو بخصوص هاد الشهادة اللي قالت هاد السيدة والله تنزيد فيها واحد 3 أيام ولا 4 أيام ب 600 درهم. يعيش وخلي المسكين يعيش. قديم عند كل شيء زوين. مرحبا هذه جوج بألف ريال، جوج بألف ريال الرقة كلها جوج بخمسين درهم. سعيدة من السويد سارة بيون، مرحبا الأخت سعيدة من السويد. ثمن ميكشر 110 درهم وديال الإنوكس 120 درهم. إلا غير هذا إلا كل شيء تخفيض اليوم. بغينا نخدموا السي حسن، مرحبا بك دوز عندي. هذاك العيبة اللي فوق الكرتونة البيضاء شحال دايرة؟ هنا العيبة اللي كاينة فوق الكرتونة البيضاء. هنا هي؟ هنا هي خويا؟ هنا هي؟ سول جوج بألف ريال، جوج بألف ريال هادي، جوج بألف ريال هادي 60 درهم 1200 ريال، هادي 60 درهم جوج بألف ريال. الله يجيب الرزق ونجيو عندكم ان شاء الله. هذيك اللي فيها الدجاجة هادي اخويا 60 درهم بورت سيرفيت، بورت سيرفيت هذيك. يلا واحد انتم راه نشيتونا في لي لايك. شعار تاجر الفقراء دائما فين كاين اللي محل اخي انزكان سوق المجرة لالا ديال الخمسة 60 درهم وديال الربعة 50 درهم، اللي فيه الخمسة ديال ليطاج ب 60 درهم واللي فيه اربعه ديال الطاجيرات ب 50 درهم. اي لالا مرحبا، زيد عطونا لي لايك، زيد زيد زيد. على مقله ديال البغريد الكرانيت لالا النمره 22 هذه 1000 ريال، هذه 50 درهم، هذه 50 درهم 1000 ريال، هذه 50 درهم، 50 درهم المقله 50 درهم. راه اليوم كلشي فيه تخفيض الحجه، داير ام عناد اليوم 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 درناها وتا درناها همزه اليوم. غدا تكون سولد اخر، شكل اخر. نعم لالا باكي هاد الكاس هذا باكي هاد درهم، سولد لامور 60 درهم 12 جوج بألف ريال 60 درهم جوج بألف ريال. يلا سالا 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 جوج بألف ريال. كذلك بالنسبه لهاد لي مول الدزاج، لي مول الكراطان، لي مول الكراطان ديال جوج، جوج ب 1200، جوج ب 1200، جوج ب 1200، جوج ب 1200. كاين مربع كاين الضاير، هادو الحاجه انت غادي نعطوك 4000 ريال، 4 ب 50 درهم. عمري كوزينتك راه حسن اليوم راه حماق وهبال في هذا الصباح هذا، وان شاء الله راه كاين المزيد. هذه 1200 ريال، هذه ب 60 درهم، هذه 60 درهم، هذه حتى هي كذلك ومثال 60 درهم 1200 ريال، هذه حتى هي ب 60 درهم 1200 ريال. فراقه ديال جوج درخامه 60 درهم كذلك ومثال لهذا الشكل وهذا اللون كذلك. هذه ديال الجوج 60 درهم، فرقه الرخامه الجوج حتى هي 60 درهم اليوم ان شاء الله. مرحبا بالجميع. واش غير اليوم؟ اليوم كان واحد صولد ما نعاودش ليك، اليوم كان واحد العرض ما نعاودش ليك، اليوم كانت تخفيضات هائله ورائعه جدا، وكنتمنى تبارطاجيو هذا البث هذا باش كلشي يستفد معنا، لان مازال بعض الاسر كيجيو كيلقاو واحد البياسه بواحد الثمن خيالي وكنقول لك اودي هذه راه خديتها ب 70 درهم الوحده، ف يحز في نفس، يحز في النفس ان واحد الانسان يمشي جايب 50 درهم وكيدي هذه ب 70 درهم وهي في الاصل خاصو ياخذها ب 25 درهم. لذلك الى تبارطاجيتي فقدرت وصل الرساله للجميع.